ضرورة تحرير إدلب من الفصائل المسلحة، وتركيا لم تستطع فصل ما تسمى بالمعارضة السورية عن إرهابيي جبهة النصرة في المنطقة العازلة، هما أهم النقاط التي أعلنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. لافروف أكد في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة استعادة النظام السوري السيطرة على إدلب، وأنه لا يمكن حل النزاع في سوريا عسكرياً، وشدد على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة من خلال اللجنة الدستورية السورية. إدلب أخذت الاهتمام الأكبر وبتصريحات مختلفة على هامش مؤتمر أستانا في جولته 14، حيث قال المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن المنطقة العازلة بشكلها الحالي هي مسؤولية النظام التركي، وأنه لا داعي لإجراء أي نوع من العمليات الموسعة فيها. بدوره شدد مندوب روسيا في الأمم المتحدة وممثل النظام السوري في مفاوضات أستانا بشار الجعفري على أن جهود دمشق لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة بمحافظة إدلب. وزير الخارجية الروسي وفي زيارته للولايات المتحدة والتي تعتبر الأولى منذ 3 سنوات التقى فيها الرئيس الأمريكي الذي بدوره وصفها بالجيدة جدا، وأبدأ استعداده لإجراء لقاءات ثنائية بين البلدين عقب الدعوة التي وجهها له الوزير الروسي لحضور احتفالات يوم النصر الروسي.